هلا والله وسهلا. شوف، رحت عزيمتي ورجعت، شايفين كيف اسمك مرتب جميل، واقف قماش مريح صراحة. اللي بقوله لكم شيء واحد، سيارة ما شاء الله تبارك الله قاعد يقدم لنا منتج غير عن أي منتج ثاني. اللي بقوله لكم، كل شيء اللي يعجبك والبس الشيء اللي يعجب الناس. دائما اطلع بمظهر الجميل اللي يخلي الناس صراحه الناس يحترمونك على مظهرك. سيار اليوم اللي قاعدين يسوونه يخلون الناس يحترمونك على لبسك وكيف شكلك. هذا اللي انا قاعد اشوفه الحين في اشمغه سياره صراحه، وهذا اللي انا حسيت فيه لما لبست اشمغه سياره. طب خلونا نتكلم عن الثلاث منتجات هذه اللي اليوم بتكلم عنها. بتكلم لكم عن سيجنتشر ار، اللي بوضح لكم ترى سيار عندهم خصم 20% سواء من الاونلاين تطلبه او من فروعهم. ركزوا معي، فروعهم صار عندهم فرعين الحين ما شاء الله تبارك الله، صار عندهم فرعين. خلينا نتكلم عن الشمار لونه غامق يميل للعنابي، شايفين هذا سيجنتشر ار، طبعا هنا اسمه، شايفين سيجنتشر ار. هذا سكره، ابغاكم تشوفون صدق ابغاكم تشوفون الباكجينج حق السيارة، حتى لو تبغى تهديه هدية شيء واجه، شيء مرتب، شيء جميل صراحة. شايفين كيف الباكجينج؟ هذا سيجنتشر ار، يميل لونه الى العنابي شوي. خلينا نتكلم لكم عن الثاني الحين. طبعا سيجنتشر او 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 إيه 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 هو اسمه سيجنتشر او بالانجلش او بالعربي. طيب هذا يميل لونه الى البرتقالي، شايفين؟ انا صراحة هذا النوع احبه، سيجنتشر او، انا صراحة احبه. هذا بيصير لي ان شاء الله، مو بصير لاحد غيري. طبعا الحين بتكلم لكم عن الكلاسيك، هذا الكلاسيك الفاتح اللي يعجبني انهم حاطين في كل علبة شماغ في الباكجينج نفسه. شو حاطين؟ الكارد حقت ايش؟ كيف تغسله؟ كيف تكويه؟ كل البيانات. هذا كلاسيك فاتح. طبعا اللي علي انا، اللي انا لابسه الحين، هذا كلاسيك، هذا كلاسيك فاتح، وهذا الكلاسيك الغامق، شايفين؟ واضح. عجبني مره الملابس الداخليه حقتهم، نعومه القماش حقها. الشيء الثاني مستخدمين فيه تقنيه تحس انها بارد، هذا اللي قاعد احسيه الحين صراحه، مره جميل. طبعا هذا الباكجينج حقه، شايفين كيف جاي؟ جميل 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 جدا. طبعا خصم 20% عليها ترى كلها هذه. طبعا على الغتر، طبعا محبين الغتر ما شاء الله تبارك الله ما يحتاج اقول لكم، ومعروف سيار فيها ما شاء الله تبارك الله. وفي برضو اللي يحبون اللي تكون هذه اللي هي على شكل غتره شماغ البيضه هذه، شوفوا هذا عجبني عند سيار الشلش حقهم. شوف ايش حاطين هنا، ماسكينه بالخيط عشان مع الكرف ما يطلع اللي هو الخيوط تطلع برا، صراحة شيء جميل. طبعا سعر قبل الخصم 330، بعد الخصم 264 ريال. طبعا تحصلونه بالفروع، ترى فيه فرع في حي العقيق وحي الروضه.